ورحمة الله. هذا المكان هو المخزن، المخزن للأغذية وللأمتعة للأيتام. هذا المكان، هذا الغرفة، هذه الغرفة وهذا البيت للمخزن لإدخار المأكولات والمشروبات. وهذه الغرفة، الغرفة الثانية، هذه الغرفة، هذا المطبخ، هذه الغرفة لطبخ الطعام للأطفال، للبنين والبنات. هذه الغرفة، وهذه، هذا المكان، هذا المبيت، المكان الواسع، هذا المكان الواسع للمبيت الطلاب للتلاميذ. هذه الغرفة للطلاب، غرفة النوم يعني الواسعة للطلاب. وهذا المكان إن شاء الله يكون المصعد، السلم إلى الدور الأعلى، الدور الثاني. هذه السلم إن شاء الله، لسه بعد السقف إن شاء الله هذا المكان يكون السلم إلى الدور الثاني. وهذه الغرفة آخر شيء، هذه الغرفة الكبيرة للبنات.